السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كليلي لبس عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم لغوشتة نقدم لكم، يعني الوجبة اللي نقدم لكم هي المقرونية بفروماج ديال راكليت، فروماج دو راكليت غراتيني. غنحتاجو المقرونية لكونتيتي اللي بغيتو، غادي تسلقوها في الماء مع شوية الملح وشوية الزيت. أنا دائما مولفة ندير شوية الزيت. غندوزو المقلاة غنديرو فيها شوية ديال الزيت، يعني الزيت النباتية جوج معالق كبيرة. غنديرو فيها نشحرو فيها بصلة متوسطة، غادي نحطوها مربعات يعني نشدوها ونشحروها مزيان. من بعد نضيف التوابل الاتيه، يعني ملح فيجيتا او ملح عاديه، معلقه صغيره، نضيف شويه الابزار يعني فلفل اسود، غنضيفو شوية ديال بويون دو بوف، يعني شوية ديال بحال كنور ديال اللحم، غبرة، نضيفو ديك 400 غرام ديال الكفتة، يعني حسب الرغبة ديالكم شحال بغيتو ديرو. بيان سور هذا الواحد كيلو راه غادي التوابل، يعني لا كونتيتي تاع التوابل اللي خصها، يعني اللي غادي تكفي الكيلو ديال الحب. غادي نوضعوا هاد الكفته اللي شحرنا مع البصله في الصحن ونحطوها على جنب. ندوزو في نفس المقلاة غادي نضيفو واحد معلقة كبيرة ديال الزيت، الزيتون زيت العود، ونضيفو له يعني مطيشة ولا بندورة طرية. من بعد غادي نديرو التوابل عادية، فيجيتا ملح أو ملح عادية كيما ذكرت لكم من قبل. شوية ديال الإبزار فلفل أسود، وكذلك فلفل أحمر يعني بابريكا، فلفل أحمر يعني فلفل أبرة تحميرة، إلى جنب معلقة صغيرة. يمكن لكم حسب الرغبة تضيفوا
البيتزا بأعواماتك يعني أعشاب ملسمة. عندي أعشاب ملسمة من إيطاليان نوضعها في صحن كذلك ونحطها كذلك على جنب. يعني هادو كلهم مراحل لتقديم هاد المكرونة بالفروماج غاتويت وباللحم المفروم. لنتمم نفس المقلاة غنديرو فيها تاني الزيت النباتية وغنقلو فيها دوك الفلفلة خضراء طرية صغيرة. عندي هاد الفلفلة ميني بوافون غادي نبكروها ونحيدو ليها القشر ديالها. هنا غادي كذلك توجور لا ميم بويل غادي نديرو الزبدة نحاولو نحضرو لا بيشاميل. جوج معالق دو فورس بيض دقيق ابيض ناعم والزبدة جهد ديك 50 حتى 60 غرام ديال الزبدة. نضيفو الحليب ونبقاو نحركو ومن طور غيتبينا هادشي وغادي نساجم مع بعضو. انا ضفت الاغومات يعني واحد الكونديمون كاين السم ودرت شويه ديال البزار وكذلك غادي نضيف الكوزه محكوكه يعني الموسكاد اون بودر. نخلوها الكل ينسجم ويطيب لينا صافي. غنكون هنايا اتممنا جميع المراحل باش ندوزو دابا نوجدو هاد الكراتان ديالنا. فوالا كيف شفتو هادشي اللي قدمت دابا انا كنقدمو ليكم دابا. غنقيد في الفلاش شويه معدنوس والفرماج غاكليت وهنا المقارونين اللي سلقنا. هنا الزيت الملعون يعني زيت الزيتون غادي ندهنو هذاك البلا يعني الصحن اللي غادي نطيبو فيه هاد الكراتان ندهنو بشويه زيت العود وغادا نبدا نفرشو المكرونيه. الفرشه الاولى كيف كتشوفو نعاودو نديرو فوق من هذا الصوص طوماط اللي حضرنا من قبل. ومن بعد غادي نضيفو الكفتة وبيان داشي اللي شحرنا مع البصلة والتوابل. هذا غادي نحطو في كلها ديك لا بيشاميل اللي حضرنا بالزبيب والدقيق والموسكات يعني الكوزة والبزار والحليب.
من بعد نغطوها بالمقرونه اللي بقات لينا. عاد غادي نستفو هنايا لو فرماج اغاكليت، لو فامو فرماج اغاكليت. كل واحد غادي يدير لا كونتيتي اللي بغا، يعني قدر اللي بغا. كاين اللي كيعمرها بالفرماج، كاين اللي كيدير هذاك الشيء على حسب الطوق ديالو، على حسب الاراده ديالو. في ثلاثه هما داكهم كيجيو زوينين مع الفرماج. صافا وغنددرو بشويه ديال من بعد غنديرو شويه ديال معدن اللوز. غادي نسخنو الفران وندخلو الفران درجة الحرارة 180 ولمدة شي 15 حتى 20 دقيقة. راه كلشي طايب غير حتى يتحمر لينا الفوق ويدوب لينا داك الفرماج على المقرونية. من بعد راني شديت واحد البندوره وقطعتها دواور وحطيتها الفوق. ولو عنده طريقته باش يزوق وباش يضيف اللي بغى يضيفو، انا ضفت البندوره فوالا. شهيه طيبه، ونتمنى هاد الوجبه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. غير جربوها ومن بعد قولوا لي الراي ديالكم. راه جات هائله وبيه بلا ما نوصفها لكم. انتوما سيروا وجدوها وردوا عليا الخبر في التعليق ديالكم. وشكرا بزاف. كيف قلت لكم الى عجبكم الفيديو ديروا لي واحد لايك وواحد الجرس ضغطوا عليه، ولي كومونتير راه ضروري لي كومونتير. اذا كان شي ملاحظه ولا شي استفاده نستافد منكم حتى انايا، ما عليكم الا تضيفوا ان بون كومونتير. فاصون اي كومنتار راه مقبول من عندكم. شكرا لكم والى وصفه قادمه ان شاء الله.